ببشائر أمل في بلد يفتقر للأمل والفرح. أبوا ألا أن يقيموا شعائر الله في الأرض. أجواء يرقبها الخوف وحركة محسوبة ومحفوفة بالمخاطر. بين ركام المنازل وذكرياتها المحفورة بالذاكرة، شوارع تشهد على شغف العيش. لا غرابة في شعب عهدناه صامداً. أسواق فتحت لاستقبال العيد، وباعة يظهرون ما لديهم، وأطفال يتجولون بينها لسرقة لحظة فرح بعيد مليء بالفقد والوجع. هنا يحضر الأمل رغم الدمار في كل مكان. يجتر سكان غزة ممن بقوا على قيد الحياة ذكريات الأعياد الماضية، فيقولون إنهم كانوا يتجهزون لشراء الملابس وصناعة كعك العيد في أجواء مبهجة، لكنهم يبدون هذا العيد وقد فقدوا توازنهم، لا يدرون كيف يتصرفون في ظل هذه الظروف الصعبة بين غلاء المعيشة وحزن الفقد والعيش في العراء. نجهز حالنا لعيد الفطر السعيد رغم الألم ورغم الجراح. كل واحد يعني عنده جرحه وعنده مصابه. طبعا الناس بدها تعيش اللحظه، بدها تحضن شعائر الله. فجينا زي الناس نشتري ونتبضع ونشوف اذا الاسعار مناسبه نشتري، اذا في غلاء في الاسعار مش راح نشتري. طبعا اغلب الناس بتستعد للعيد صراحه، رغم الجراح ورغم الالم، رغم المصاب، رغم الابتلاء، في عند الناس عيد، بدهم يحيوا شويه امل في العيد. وان شاء الله هيك يكون هذا عيد فطر سعيد، ويكون هيك انتهاء لهذه الحرب الداميه، والناس تفرح وتعيد. يعني ان شاء الله حتى اهلنا وحبايبنا اللي في الجنوب يجوا عنا ويعيدوا. ولكن وكعاده اهل غزه بخبرتهم الطويله مع الحروب المدمره التي شهدها القطاع، فانهم لا يفوتون اي مناسبه للفرح حتى وان كان الفرح وسط الانقاض. يسعون لاحياء بصيص امل للاطفال آملين بانتهاء الحرب وعودتهم لمنازلهم. هو أصلاً فيش عيد، إحنا عنا شهداء وعنا جرحى، يعني كيف بدنا نفرح بالعيد؟ بس هذا ربنا سبحانه وتعالى، هذا العيد هذا عيده، يعني جاب لنا إياه عشان هو نفرح ونفرح الصغار. فعشان كده جينا نفرح الصغار ونشتري لهم أكم من بلوزة أو بنطلون عشان كده. ورغم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة، فإنهم يستعدون لاستقبال عيد الفطر رغم ما يلاقونه من آلام وجراح.